السلام عليكم، نكمل وياكم الفصل الجزء الثاني من الفصل السابع من منهج نظم التشغيل الأكاديمي. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى شرح الـ Methods for Handling Deadlocks اللي هي طرق التعامل مع التوقف القاتل أو إدارة التوقف القاتل. وطبعا هذه الطرق هي موجودة في نظم التشغيل المختلفة، ولكنه ليس شرطا أنه نظام تشغيل واحد يحتوي على كل الطرق، وإنما هناك بعض نظم التشغيل التي تحتوي على بعض هذه الطرق، ولكنه ليس هناك نظام تشغيل واحد يحتوي على جميع هذه الطرق وإنما بعضها فقط. الطريقة الأولى للتعامل مع الديدلوك أنه نتأكد من أن النظام will never enter the deadlock، اللي هو يعني نقوم بمنع حصول الديدلوك. يعني وطبعا هذه هناك طريقتين للتأكد أنه الديدلوك لن يحصل مطلقا، اللي هي الديدلوك prevention اللي هي منع حصول الديدلوك، والديدلوك avoidance اللي هي تجنب حصول الديدلوك. طبعا المنع والتجنب هذه طبعا مصطلحين قد يبدوان متشابهين، إلا أنه سنلاحظ بعد قليل الفرق الرئيسي بينهما عند التنفيذ. يعني الطريقة الثانية أنه نسمح للنظام بأن يدخل في حالة الديدلوك، ولكنه بعد ذلك نقوم يعني استرجاعه إلى الحالة الطبيعية، اللي هو مثل ما راح نتعرف عليها إن شاء الله في نهاية هذا الفصل، اللي هي الـ Recovery from Deadlock، اللي هو استرجاع النظام إلى الحالة الطبيعية بعد حصول الديدلوك. وهذا أيضا يعني طريقة تستخدمها بعض نظم التشغيل. الطريقة الثالثة اللي تستخدمها أيضا بعض نظم التشغيل أنه Ignore the problem and pretend that deadlock will never occur، يعني مجرد أنه نقوم بإهمال المشكلة وندعي بأن الديدلوك مستحيل يحصل، يعني من المستحيل أن يحصل في النظام. وطبعا هذه مستخدمة من قبل معظم نظم التشغيل، ما أعرف يعني إذا كانت هذه معظم ما زالت حقيقية أو لا، لأنه بما في ذلك طبعا نظام اليونكس. الديدلوك هاندلينج في نظم التشغيل الطبيعية بالنسبة للحواسيب الشخصية قد يكون يعني إهماله أو الادعاء بأنه لن يحصل شيء طبيعي، ولكنه بالنسبة لنظم التشغيل اللي هي تعمل في الريال تايم اوبريتنج سيستم والكريتيكال اوبريتنج سيستمز، هذه يجب ان تاخذ الديدلوك بعين الاعتبار، خصوصا اذا كانت يعني وظيفة حساسة جدا للسيطرة على العمليات الصناعية او مراقبة الحالة الصحية للمرضى وغيرها من الامور الاخرى. لانه على كل حال هذه هي الطرق الثلاثة للتعامل مع الديدلوك. الطريقة الاولى مثل ما ذكرنا انه تتضمن البريفنشن والافويدنس. كيف نستطيع عمل البريفنشن، اللي هو كيف نستطيع منع حصول الديدلوك؟ من خلال منع واحد من الشروط الاربعة. مثل ما ذكرنا سابقا هناك اربع شروط يجب ان تتحقق اربعة سوية لكي يحصل لدينا الديدلوك، فلكي نستطيع منع الديدلوك يجب ان نمنع على الاقل واحد من هذه الشروط. فنأتي الى هذه الشروط واحدا واحدا. الاول مثل ما ذكرنا سابقا اللي هو الميوتشوال اكسكلوجن، الاستبعاد المتبادل. هنا يعني نستطيع إضافة شرط معين إلى نظام تشغيل، بحيث أنه الاستبعاد المتبادل يجب أن يكون غير مطلوبا بالنسبة للموارد اللي هي shareable القابلة للمشاركة. مثل read only files، read only files يمكن أن يتم قراءتها من قبل 10 أو 20 مستخدم في نفس الوقت، أو 10 أو 20 process أو عملية في نفس الوقت، فهذه تعتبر shareable. إلا أنه يجب أن نقوم بالحفاظ على حالة mutual exclusion بالنسبة لل non shareable resources، للموارد الغير قابلة للمشاركة. فهذا الشرط إذا تم إضافته سنمنع حصول هذا الشرط، يعني الميوتشوال اكسكلوجن كأحد شروط الديدلوك. الشرط الآخر الذي تحقق الديدلوك مثل ما ذكرنا اللي هو الهولد أند ويت، اللي هو يعني المسك والانتظار. يجب أن نضمن بأنه عندما تقوم أي عملية بطلب مورد معين بأنه هي لا تمتلك موارد أخرى. يعني إذا العملية كانت تطلب مورد معين يجب أن نتأكد أنه هي لا تمسك أي موارد أخرى، فبالتالي راح نمنع الهولد أند ويت فقط. يعني يجب ان تكون هي ليس لديها اي شيء لكي نستطيع اعطائها فت موارد معينه. وطبعا هذا راح يتضمن انه كل عمليه تقوم بطلب كل الموارد التي ستحتاجها قبل ان تبدا بالتنفيذ. يعني اي عمليه عندما تريد ان تقوم بالتنفيذ ستقوم بالاعلان عن كل الموارد التي ستحتاجها، فبالتالي النظام سيقوم بتخصيص كل هذه الموارد. بعد ذلك اذا طلبت اي شيء اضافي لن يتم اعطائها هذه الموارد، لانه هي بالفعل يعني تم تخصيص كل شيء هي تحتاجه. أو أنه نسمح للعمليات بأن تطلب كل الموارد فقط إذا لم تمتلك أي منها. وطبعا هذه الحالة هي بها low resource utilization، يعني تعتبر هي استغلالها للموارد رديء جدا، لأنه ربما تكون هناك الكثير من الموارد اللي هي متاحة فري، ولكنه لن نسمح للعمليات بالحصول عليها لأنها هي تمتلك موارد أخرى. فهذا الشيء قد يسبب starvation اللي هو مثل ما ذكرنا المجاعة، أنه هناك عمليات indefinitely blocking أو indefinitely waiting تنتظر إلى فترة زمنية غير محددة. فهذا طبعا تعتبر هي يعني تقنية غير ناجحة 100%، ولكنها تستخدم في بعض نظم التشغيل. الشرط الثالث اللي أيضا يجب أن نعمل على منعه لكي نمنع حصول الديدلوك هو no preemption، اللي هو عدم وجود حق الشفعة. فهنا إذا كانت العملية التي تمتلك بعض الموارد تطلب موارد أخرى ولا تستطيع الحصول عليها مباشرة، أو لا تستطيع يعني الحصول على هذه الموارد مباشرة، لا نستطيع تخصيصها إلى هذه العمليات مباشرة، فعند ذلك كل الموارد يتم تحريرها
يعني كل العمليات ستفقد كل الموارد التي تمتلكها. يعني هذا نعمل عملية preemption resources، وطبعا كل الموارد التي تم تحريرها من العمليات ستضاف إلى قائمة الموارد التي يمكن للعملية الحصول عليها. بعد ذلك العملية ستقوم بعملية restart، يعني تبدأ من جديد، فقط إذا كانت تستطيع الحصول على كل الموارد التي طلبتها في البداية، يعني الموارد التي كانت تمتلكها سابقا إضافة إلى الموارد التي طلبتها ولم تستطع الحصول عليها في يعني في اللحظة السابقة. فهذه ثلاث شروط أيضا يمكن إضافتها إلى نظم التشغيل لكي نمنع حصول هذا الشرط من شروط الديدلوك. أخيرا السيركولر ويت اللي هو الانتظار الدائري، أيضا يعني نقوم بعملية أوردرينج، يعني ترتيب لكل الموارد وأنواعها، ونطلب من العمليات أنه تطلب الموارد بطريقة يعني increasing order بشكل متزايد. يعني العملية يجب أن تطلب resource 5 ثم 7 ثم 10 ثم 12، يعني نمنعها أنه تقوم بطلب resource 5 ثم 4، يعني يجب أن تكون دائما هي تطلب الموارد بشكل increasing order تصاعدي. بهذه الحالة راح نمنع حصول السيركولار ويت، وأيضا إذا منعنا حصول السيركولار ويت بالتالي إحنا منعنا حصول الديدلوك. فأي واحد من هذه الشروط الأربعة يعني إذا قمنا بإضافته يعني ككود برمجي إلى نظام تشغيل راح نحرص على أنه الديدلوك will never occurs، يعني لن يحصل الديدلوك بشكل نهائي. فهذه ما تسمى بالديدلوك prevention. هنا طبعا هذا مثال عن الديدلوك اللي شرحناه في المحاضرة السابقة، أنه إذا كان لدينا first second والثانية تمتلك second ثم first، هنا أيضا يعني بتنفيذ أي واحدة من الشروط السابقة تذكر على هذا الكود سنستطيع منع الديدلوك من الحصول. هنا أيضا يعني إذا قمنا بعملية اللوك أوردرينج، أنه نقوم بترقيم اللوكس بشكل تصاعدي 1 2 3 إلى آخره، فهنا الميوتكس لوك 1 لوك 2، وإذا كانت أكثر يعني لوك 3 4 5. هذا طبعا ضمن فد ميثود اللي هي اسمها ترانزاكشن نوعها void لأكاونت فروم أكاونت 2 ودبل أماونت. اللوك الأول من الفروم، اللوك الثاني إلى التو، acquires lock 1 acquires lock 2. هنا يعني تلاحظ أنه يجب أن يكون بالincreasing order بترتيب تصاعدي الحصول على الموارد. withdraw طبعا هذه هي فد واحدة من الميثودز اللي تحصل من الفروم إلى الأماونت، يعني الفروم أماونت وديبوزيت تو أماونت. release أيضا يعني بعملية يعني decreasing order بشكل يعني ترتيب تنازلي، أيضا يعني acquiring كانت 1 ثم 2، الreleasing راح تكون 2 ثم 1. هذا طبعا عبارة عن فد مثال بسيط على transactions اللي هي عمليات تحويل مالية تحصل في نفس الوقت concurrently. الأولى تقوم بتحويل $25 من الأكاونت A إلى الأكاونت B، والثانية تقوم بتحويل $50 من الأكاونت B إلى الأكاونت A. يعني مجرد فد مثال بسيط على عملية lock ordering اللي هو الترتيب التصاعدي للأقفال أو الresources اللي تحصل عليها العمليات أثناء التنفيذ. الطريقة الثانية للتعامل مع الديدلوك اللي هي الديدلوك افويدنس اللي هو تجنب حصول الديدلوك. طبعا هذه تحتاج من نظم التشغيل التي تقوم بتنفيذ هذه الطريقة تحتاج إلى فد معلومات مسبقة قبل التنفيذ، يعني أو قبل البدء بتنفيذ هذه الطريقة. طبعا simplest and most useful model requires that each process declares the maximum number of resources of each type. هنا طبعا أبسط طريقة وأسهل طريقة نستطيع من خلالها تجنب حصول الديدلوك هو أنه كل عملية تقوم بالإعلان على أقصى عدد من الموارد التي ستحتاجها أثناء التنفيذ. وهذه طبعا أيضا تشبه إلى حد ما الشروط اللي ذكرناها في الحالة الأولى في حالة الديدلوك prevention. أيضا يعني الديدلوك avoidance algorithm خوارزمية تجنب حصول الديدلوك dynamically examines the resource allocation state. طبعا بشكل ديناميكي تقوم بفحص ما يسمى بال resource allocation state، حالة تخصيص الموارد، وهذه طبعا تختلف عن resource allocation graph راح تحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. لكي تتأكد أنه that can never be a circular wait condition، فقط تتأكد أنه لن يكون هناك انتظار دائري. فقط إحنا إذا يعني قدرنا أنه نمنع الانتظار الدائري بالتالي إحنا نستطيع إبقاء النظام في حالة safe state. resource allocation state حالة تخصيص الموارد تعرف على أنها يعني نستطيع معرفتها من خلال عدد الموارد المخصصة والمتاحة وأقصى عدد من الموارد التي تطلبها كل عملية من العمليات. طبعا مثل ما ذكرنا يجب أن نبقي النظام في حالة safe state. كيف نستطيع إبقاء النظام في حالة safe state؟ إذا كانت كل العمليات تقوم بطلب الموارد يعني available متوفرة، فإن النظام يجب أن يعني must decide if immediate allocation leaves the system in a safe state. يعني حتى إذا كانت كل الموارد التي تطلبها العمليات متاحة، فإن النظام يجب أن يقوم بفحص هل أنه التخصيص الحالي سيترك النظام في حالة safe state أو لا. النظام طبعا راح يكون في حالة safe state إذا كانت لدينا سلسلة العمليات التالية، العملية الأولى الثانية الثالثة إلى العملية الأخيرة، بحيث أنه كل هذه العمليات في النظام
تستطيع الحصول على الموارد التي تطلبها يعني such that بحيث أنه العملية PI تمتلك الريسورسز التي يعني أو تستطيع الحصول على الريسورسز التي تطلبها فقط إذا كانت العمليات PJ اللي هي أقل من أتها قد اكتملت حاليا علما أنه PJ هي أصغر أو يعني J أصغر من I. حتى خليني أشرح هذه النقطة مرة أخرى لكي تكون أوضح. النظام يجب أن يكون في حالة سيف ستيت لكي نستطيع تجنب حصول الديدلوك إذا كانت لدينا مجموعة من العمليات، بحيث أنه كل هذه العمليات في النظام كالآتي: الـ PI اللي عملية I تستطيع الحصول على مواردها فقط إذا كانت العمليات PJ تمتلك كل الموارد التي تحتاجها، بحيث أنه J أصغر من I، بحيث أنه إذا كانت الـ PJ تمتلك if الـ PI resources need are not immediately available، إذا كانت الموارد التي تطلبها العملية PI غير متوفرة حاليا فإن العملية PI can wait until the PJ has finished، فإن العملية I يجب أن تنتظر إلى أن تكتمل كل العمليات الأقل من أتها بالترتيب مثل ما ذكرنا، لأنه راح نرتبهن بشكل تصاعدي. وعندما العملية PJ تنتهي بعد ذلك العملية PI اللي بعدها هي تستطيع الحصول على الموارد التي تطلبها، ثم تقوم بالتنفيذ، ثم تقوم بإرجاع كل الموارد التي امتلكتها، وثم تقوم بعملية الترمينيت، يعني مثل ما ذكرنا سابقا بنفس التسلسل: العملية PI بعدما اكتملت كل العمليات الأقل من أتها في الترتيب المنطقي في النظام ستحصل على كل الموارد التي تريدها، اللي هي مثل ما ذكرنا request, execute, ثم release. بعد ذلك تقوم بإرجاع الموارد ثم تعمل terminate يعني تخرج من النظام. بعد أن تكتمل العملية PI، العملية PI زائد واحد اللي هي العملية اللي بعدها مباشرة تستطيع الحصول على الموارد التي تريدها and so on، وهكذا يعني يكتمل يعني عمل النظام أو يستمر عمل النظام، بحيث أنه كل واحدة من العمليات تنتظر العمليات الأقل من أتها في الترتيب المنطقي. يعني العملية الخامسة يجب أن تنتظر العملية الأولى والثانية والثالثة والرابعة أن تكتمل، العملية السابعة أيضا تنتظر أول ست عمليات تكتمل ثم يعني تحصل هي على مواردها ثم يعني تكمل التنفيذ. فبالتالي إحنا إذا طبقنا كل هذه الأمور راح نمنع حصول السيركولار ويت، وإذا منعنا حصول السيركولار ويت بقي النظام في حالة سيف ستيت وكانت الأمور يعني تمام. هنا أيضا أكو عندنا مجموعة من البيسك فاكتس اللي هي الحقائق الأساسية: إذا كان النظام في حالة سيف ستيت فلن يحصل لدينا ديدلوك، إذا كان النظام في حالة أنسيف ستيت يعني حالة غير آمنة فهناك احتمالية حصول الديدلوك. لكي نتجنب حصول الديدلوك يجب أن نحرص على أن النظام will never enter an unsafe state، يجب أن نحرص على أن النظام لن يدخل مطلقا في حالة الـ unsafe state اللي هي الحالة الغير آمنة، لأنه إذا كان في الحالة الآمنة لن يكون هناك deadlock، إذا كان في الحالة الغير آمنة ممكن يحصل deadlock ولكنه ليس دائما. فلكي من باب الـ avoidance من باب الـ يعني الاحتياط نمنع دخول النظام إلى حالة الـ unsafe state، لأنه هذه الحالة هي ممكن أن تقود إلى الـ deadlock، فكأنه هي عملية precaution يعني عملية احتياط أو احتراز. هنا أيضا الأفويدنس الغوريثمز الخوارزميات للتجنب هي أما إذا كان لدينا موارد تمتلك single instance يعني هي تمتلك نسخة واحدة نستطيع استخدام resource allocation graph، أما إذا كانت تمتلك multiple instances فرح نستخدم ما يسمى بالبانكرز الغوريثم خوارزمية بانكر، واللي أيضا إن شاء الله راح نتحدث عنها ونشرحها في المحاضرات القادمة. طبعا resource allocation graph scheme هذه الطريقة الأولى راح نتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرات القادمة، فخليكم يانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.